السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ديالي، قناة أم ريم. اليوم غندير وصفة ديال الكفتة مشوية، ولكن طريقة لذيذة لذيذة بزاف. كتجي عندنا هنا كفتة ديال الغنمي، واللي بغا دير البقري حتى هو كيجي زوين. عندنا بصلة مشلضة رقيقة، قزبر ومعدنوس، شوية ديال الملحة، وشوية ديال الدقيق، جايب معلقة صغيرة ديال الدقيق، وهنا توابل ديال الكفتة، خاصين بالكفتة والبزار. غادي نديرو المكونات كلها في الكفتة، ونحاولو ندخلو العناصر كلها في الكفتة بيدينا، ومن بعد نديروها كويرات. كنديرو بطبيعة الحال يدينا، وكنبقاو نديرو هكذا، ندخلوها مزيان، ماشي غير تبان لينا صافي، مبقاش تبان لنا العطرية صافي نحبسو. ندخلو بحال هكا مزيان مزيان، كل ما دخلت العطريه كل ما كتجي بنينه. والدقيق اللي درت هذاك ما كيخليش الكفته تهرس، كيشد لينا الكفته ما كتهرسش الطياب. كنستفوها في الشبكه بهذا الشكل هذا، ومن الاحسن ديروهم كبار باش ما كيطيحوش من الشبكه، ومن الاحسن الشبكه دائما تكون شويه سخناها فوق المجمر باش ما كتلصقش عليها الكفته. الا درناها مباشره الكفته كتلصق، حيت كيكون الشبكه بارده. من الاحسن نسخنوها شويه ويكونوا كبار بهذا الشكل هذا، تكون كبيره باش ما كتطيحش لينا. وفي الاثناء كنكون حنا شاعلين المجمر. وبالنسبه للناس اللي غادي يقولوا كيفاش ما دارتش الكمون، العطريه ديال الكفته فيها كل شيء، انا كنزيد غير شويه الملحه وشويه البزار. وصدقوني هاد الطريقه كتجي زوينه زوينه بزاف. وحتى اللي بغى يدير شرائح ديال المطيشه يديرهم. انا البصله كنت كنديرها شرائح، كانت كطيح ليا، دابا وليت كنشلضها وتنديرها كيجي مطق احسن. ونديروها دابا فوق المجمر، ومن هنا نوريكم فاش توجد. وهذا الشكل النهائي ديال الكفته كيف كتشوفوا، حتى وحده ما مهرسه وكتجي شاده راسها. كنتمنى الفيديو ينال اعجابكم، وتطبقوا هذه الوصفه هذه وتعجبكم وتعجب وليداتكم. شكرا على المشاركه، وما تنساوش تخليوا لي ابوني، وشكرا.